في تعارض بين انه هي المرأة تمارس الرياضة وبأشكال مختلفة. وطبعا في تاريخ السودان يعني الفات كان في اساسا حاجة ممارسة في السودان, والرائدات فرق الرائدات دي اذا كان في كرة القدم او في كرة السلة او في كرة الطائرة هي موجودة الحاجة دي في السودان. يعني الحاجة دي ما 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 قديم ما يعني جديدة, استحدثت مع الاحداث الاخيرة او كده. كرة القدم للنساء حاجة كويسة يعني بتغلي الإنسان من أمراض, بخاصة الأمراض الثدي. يعني الرياضة كويسة للإنسان وللبدن, يعني سواء كان يعني الذكر ولا الأنثى في النهاية هي كويسة, لكن يعني للأنثى دي شوية إنه الشعب السوداني ما بشجع على الحاجة دي. عشان شنو؟ يعني حسب ديننا وتقاليدنا ما بتعول مع الحاجة دي كده, لكن يعني ممكن تكون في أماكن مغلقة وبارتداء زي محترم. ويعني ما شغلوا به الناس في هذا الأسبوع من افتتاحي أول دوري نسائي لكرة القدم ما شاء الله, وكأن رجالنا الذين يلعبون كرة القدم قد حازوا البطولات وأحرزوا الكؤوس ورفعوا اسم البلاد عاليا, ففرغنا من شأنهم. ثم بعد ذلك التفتنا للنساء, هذه المرأة التي تتولى وزارة الشباب والرياضة امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور, ولذلك لا تؤمن بالذي نؤمن به. أنا كرة القدم النسائية هي عموما حاجة جميلة يعني, وأنا عن نفسي يعني كنت بلعب كرة يد كرة قدم, فهي شنو يعني في بعض الناس بيعارضوها, لكن هي أصلا المفروض تكون في أماكن مغلقة وأصلا ما يحضروها يعني شباب أو أولاد وكذا. نسائية أنا بعتبر إنه ما فيها مشكلة إذا كانت يعني في إطار الحدود إذا كان الدينية أو القانونية, يعني إذا هي تعتبر نشاط, طبعا نشاط نسوي ويعني نشاط كروي, مثلا تكون في صالات مغلقة في أماكن خاصة بالنساء, ما يعني ما يتم عرضها على وسائل التواصل, يعني الناس يطلعوا عليها ويشوفوها وكذا. فإذا كانت في حدود وكانت يعني برايفت أماكن خاصة ما فيها مشكلة, تعتبر نشاط وتعتبر يعني من ضمن الفعاليات زي أي فعاليات أخرى ما فيها مشكلة. بقيت حاجة مفيدة, الرياضة هي حاجة مفيدة طبعا, لكن بالنسبة للأخلاق السودانية والدين الإسلامي بالذات احنا دولة مسلمة, فهي حاجة زي دي لو دارت احسن مفترض تحصل في حتة مقفولة يعني, وممنوع الرجال يحضروها لو دي حاجة تحصل.